ازيكم يا جماعه؟ مبروك يا اهلاويه. يعني ما هو لا املك غير ان انا اقول لكم مبروك، لانه الاهلاويه الاهلي لعب حلو، الاهلي الحقيقه في الماتشات الدوليه دايما مشرفنا ورفع راسنا كجماهير كوره او كمصريين بشكل عام، مفيش خلاف. بس انا كزملكاوي اقعد افكر ان انا بقالي سنين طويله عمال اقول الزمالك قادم، الزمالك قادم، بس هو لسه ما قدمش. انا مش عارف ليه، بس انا املي كبير جدا قوي خالص في مجلس الاداره الجديد في الزمالك حقيقي يعني، واتمنى من كل قلبي ان انا اشوف بقى ايه الاداء بتاعنا مختلف، واشوف الدوري اللي جاي. طبعا انا عارف ان انا صاحبي احمد نبوي هيقعد يتريق عليا، لكن اتمنى انه ادائنا اللي جاي في الدوري اللي جاي والكاس اللي جاي وكاس السوبر اللي جاي، ان احنا بقى نبقى احنا القادمين بقى ايه بامتياز. انا طبعا في تصوري المتواضع جدا الزمالك عنده اقوى فرقه في مصر، اقوى فرقه، وده طول عمره كده، مش المره دي ولا السنه اللي فاتت ولا من 10، الزمالك طول عمره اقوى فرقه في مصر. ايه اللي بيحصل يا اخي؟ الله اعلم، الله اعلم. على حس الكوره، انا من الناس زي ما كنت بقول لكم حتى اول امبارح لما كنا بنتفرج على الماتش بتاع ليفربول، انه صلاح فعلا محترم. صلاح مش حالة نجومية كروية وحسب، صلاح هو عارف ان هو شخصية عامة دوليا، هو عارف ومتأكد من حجمه ووزنه قدام كل الشعوب، انه نجم كبير لا يقل في نجوميته الكروية عن الاساطير. من سنة انا كان في رأيي وقلت الكلام ده هنا في البرنامج على الهوا، يا جماعة صلاح ده ماشي على الخط بتاع بيليه في الكورة، يعني ماشي على الخط بتاع مارادونا في الكورة برضو، عشان برضو نبقى متفقين، الخط بتاع اللي هيجي في وقت من الأوقات يقول لك ايه أسطورة الكورة، بيليه أسطورة الكرة، مارادونا أسطورة الكرة، محمد صلاح. وهو فعلا وصل لكده، الأرقام القياسية بتاعته، ازاي بيقدر يهدف، ازاي يقدر يعمل اسيست، ازاي صلاح لعيب نجم. وبعدين هو ايه بقى؟ تيم بلاير، يعني مش النموذج بتاع انا النجم الاوحد، انا الجامد، انا اللي بنفرد. صلاح ما عندوش مشكله ياسست لحد، يساعد، يصلح كده زي ما يقولك في تعبير الكوره، يصلح له الكوره علشان زميله هو اللي يهدف. دي مواصفات نجم، نجم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. النجم لا ينفصل عن واقعه، وبالذات لما يبقى واقعه مثلا في حالتنا الواقع المصري او الواقع العربي، وصلاح عمره ما انفصل عن واقعه المصري، وصلاح يمكن في الازمه الاخيره اللي حاصله في فلسطين لم ينفصل عن واقعه العربي، برغم كل الناس اللي شككت واللي حاولت تزايد او تتزايد، سيبك حتى من كلمه المزايد، الا انه صلاح نجم غير منفصل عن واقعه لا المصري الوطني ولا عن واقعه الاقليمي. صلاح نشر تدوينة لطيفة كويسة جدا متعلقة بأعياد عيد الميلاد، والنهارده طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل سنة وانتم طيبين جميعا 25 ديسمبر. كل منصات التداول الاجتماعي التواصل الاجتماعي اللي صلاح حاطط عليها حسابات، الحقيقة كتب عليها التدوينة اللي حضرتك شايفها على الهوى دعما لأهالينا الفلسطينيين في غزة بسبب طبعا الأحداث والعدوان الوحشي اللي بيمارسوا عليهم الاحتلال الصهيوني. محمد قال الترجمة بتاعته، أو يعني أنا هقول لك أنا الترجمة ولا عايز نقراها إنجليزي زي ما أنت عايز؟ نقرأ ونترجم. طب هاتوها لي على الشاشة الكبيرة عشان أعرف أقرأ، ما برضو الأخ يوسف ده راجل نظره على قده يعني. أربعيناوي يا عمرو زكريا مخرج بيقول لي أربعيناوي، لا 49 يا عمور في فبراير القادم. Christmas is the time when families get together and celebrate. With the brutal war going on the Middle East, especially the death and destruction in Gaza. This year we get the Christmas with very heavy hearts. We share the pain of those families who are grieving the loss of their loved ones. Please do not forget them and do not get used to their suffering. Merry Christmas. صلاح بيقول الآتي: عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل مع استمرار الحرب الوحشية
في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة. نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية. نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد. أنا أول ما قريت التدوينة لفت نظري تحديدا الجملة الأخيرة، لا تعتادوا معاناتهم. اعتياد المعاناة فنعتبرها وكأنها شيء طبيعي في حياتنا، والأزمة لا قدر الله تطول والأيام تزيد ونبدأ نعتاد الوضع فننساه. لا، لا يجب أبدا أن نعتاد هذا الوضع، ولا يجب أبدا أن ننسى هذا الوضع، وتظل هذه المعاناة دائما حاضرة في أذهاننا، ويظل زخم الرأي العام الدولي والمحترمين اللي زي صلاح واللي بيدفعوا لأجل ألا ننسى على الإطلاق ما يحدث في غزة من اعتداءات وحشية من قبل كيان متوحش وحكومة لا تحمل عقلا ولا قلب. فاصل ونكمل الكلام. ازاي حضراتكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجة بخير، يا رب تكون كل حاجة بخير للمرة التالتة، يا رب تكون كل حاجة بخير، لانه فعلا الاعتداءات النهاردة في منتهى الوحشية. مش عارف الحقيقة هذا الكيان والامريكان والانجليز بالتحديد سايبينه لحد امتى. يعني ايه الهدف؟ هل الهدف اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، وانا اظن ان دي اهداف بعيدة المنال تكاد تكون مستحيلة، هي فكرة اغتيال قادة العمل المسلح من المقاومة؟ مش هيحصل، يعني شيء في منتهى الصعوبة ولا أتمنى أنه يحصل. ولا أنه يقوموا بعملية عمليات خاصة ويخشوا ويجيبوا أسراهم ولا محتجزيهم زي ما بيحبوا يسموهم أيا كان، وتبقى بعملية عسكرية فيعود نتنياهو إليهم وكأنه يعني يحمل مفاتيح القدس؟ ولا أظن أنه ده برضو هيحصل، دي أحلام بعيدة المنال جدا. في النهاية خالص أهلينا الفلسطينيين بيموتوا، الأعداد زادت عن 20,000، دي بعض التقارير الصحفية اللي بتتقال. يعني سيبك من كلامي، ممكن يكون رقم غير دقيق، ممكن يكون غير محقق بنسبة 100%، لكن في الحالات اللي زي كده بتتضارب التقارير الصحفية. بتتضارب ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة خلي بالك أنه وزارة الصحة في فلسطين أو الإدارات الصحية في قطاع غزة هتنقلك الناس اللي بتخش المستشفى، سواء إذا كانوا من الشهداء أو المصابين اللي بعد كده بيلاقوا وجه ربهم ويرتقون شهداء، فده بيبقى رقم. لكن يا ترى هل ترى في كم حد ممكن يكون استشهد وما دخلش المستشفى وبالتالي ما دخلش جوه الإحصاء؟ يا ترى هل ترى الناس اللي موجودة تحت أكوام من المباني المنهارة إلى آخره؟ ف ازاي المجتمع الدولي شايف ده؟ ازاي المجتمع الدولي مستعد ان هو ينعم باحتفالات عيد الميلاد في ظل مذبحة تقريبا هي الاكثر وحشية في هذا القرن، ان لم تكن مش تقريبا، هي قطعا هي الاكثر وحشية. شيء الحقيقة غريب جدا جدا. ما نراه واقعا الا ان هناك واقعا اكثر جودة بكتير، اكثر اشراقا، بل اقدر اقول لك إن الواقع اللي هكلمك عنه هو الإشراق بحد ذاته. سينا، سينا اللي كانت منسية لعقود مش لسنين، عقود. سينا النهاردة هي بؤرة الاهتمام وبؤرة الحدث وبؤرة التنمية. الواقع هو اللي بيقول كده، الواقع هو اللي بيقول إنه التنمية في سينا شغالة الحمد لله والشكر لله بلا أي توقف. التنمية على صعيد القطاع الزراعي، على صعيد القطاع الصناعي، على صعيد التنمية العمرانية، على صعيد المدارس، على صعيد المستشفيات، على صعيد قصور وبيوت الثقافة، مراكز الشباب إلى آخره. وده شيء مهم جدا إلى أبعد الحدود، مهم للاقتصاد، مهم للمجتمع، مهم لأهالينا في سيناء، مهم لمصر بالكامل، مهم للأمن القومي. طيب خليني هنا أخذ معايا على التليفون أستاذ علاء أجمعيان، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية. أهلا بيك يا فندم.
اهلا اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازاي كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. وعام جديد وعام سعيد ان شاء الله، ويكون 2024 احسن وافضل من 2023. اللهم امين. وتنتهي في المأساة الانسانيه على ارض غزه. والله. لان احنا بصراحه يعني بنتمنى من الله ان احنا ينتهي هذا العام ويكون هناك حل جذري لما يحدث على ارض غزه. وزي ما بنقول دايما تحديدا عندنا في مصر، ولنا لديهم عائلات ونسب وأصهار، يعني دول أهالينا حقيقة. في طبعا هناك طبعا ترابط عائلي وأسري بين الجنبين طبعا، وده مش هننكره، ده حاجة على مر التاريخ. لكن طبعا بخصوص الموضوع بتاع النهاردة اللي حضرتك بتتكلم عليه، أن مصر بتحول حلم التنمية في سيناء إلى واقع صحيح حقيقي على الأرض، ده احنا بنشهده. وكان من الحاجات الجميلة ان طبعا ان كتير جدا من المراسلين والاعلاميين على مستوى العالم توافدوا الى ارض سيناء في الفتره الاخيره طبقا لاحداث غزه يعني، فشهدوا دوره التنميه الحقيقيه يعني، وبداوا يتكلموا عنها. انا هدخل مع حضرتك في الموضوع على طول. فضل التنميه في سيناء كانت حاجه شبه مستحيله خلال العشر سنين اللي فاتوا، لكن المستحيل ده اتحقق لان في اراده سياسيه عايزه تحقق دوت، في شعب عايز يخلي سيناء في مكان ثاني، عايزين نستفيد من سيناء، من ثروات سيناء. طيب، كانت الدولة المصرية عندها إدراك مهم جدا، ألا وهو تحقيق الأمن على أرض سيناء. أنا عشان أوصل لكلمة أجيب استثمارات لسيناء لازم أحقق الأول إيه؟ الأمن. الأمن. فطبعا الانتشار الأمني الكثيف سواء من القوات المسلحة المصرية أو من الشرطة المدنية بالتعاون طبعا مع اتحاد قبائل سيناء، وكل الشكر والتقدير لأبناء سيناء واتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، كان ليه أثر كبير جدا على الواقع في تحقيق الأمن على أرض سيناء. أنا مش هخص سيناء شمال سيناء بس، لأن هتكلم عن وسط وشمال، لأن كانت الجزء ده تحديدا صح. هو كان الجزء المستبعد عن أي عمليات تنمية صح. قبل 2010. تمام؟ معاك. إحنا عشان نبدأ حققنا الأمن على أرض سيناء، والحمد لله، وكان الانطلاقة الحقيقية في 25 إبريل في احتفالات تحرير سيناء، إن إحنا بنقول عادت سيناء مرة أخرى الى الام والى الحض مصر. احتفلنا بعيد تحرير سيناء. كان في خلال الفتره ديت الدوله المصريه بتنفق ملايين من الجنيهات على محطات المياه المحلاه، على الابار، على الطرق، على قطاع الصحه، على قطاع التعليم، على قطاع المواصلات والنقل، على قطاعات كثيره جدا، وعلى قطاع الثقافه. هنبداها من الاول كده ونيجي من عند الانفاق، ده اول قطاع، قطاع الطرق والنقل والمواصلات. قطاع الانفاق الدوله المصريه عملت اربع انفاق جديده. بدانا نخش بقى على الطرق بتاعت وسط سيناء لحد ما نوصل للعريش، ومن العريش للشيخ زويد، ومن الشيخ زويد لرفح، عشان في هناك مدينه جديده اسمها مدينه رفح الجديده. صح. بدانا نخش بقى على ان احنا نبدا ازاي نحقق التنميه الحقيقيه في نكمل النقل والمواصلات بس بشكل بقى اكبر ومفهوم اكبر، الا وهو عن طريق محورين. محور السكه الحديد اللي هينطلق من الاسماعيليه الى بئر العبد الى الحسنه الى رفح، وبعد كده عندك ميناء العريش الدوليه. انا طبعا كنت في العريش اليومين اللي فاتوا، وفي خط سكه حديد اللي هيطلع من طابا للعريش. تمام يا فندم بالعرض. ها تمام. فاحنا طبعا احنا دلوقتي لما انا رحت الميناء العريش خلال اليومين اللي فاتوا، طبعا اتغير الوضع تماما عن قبل احداث غزه. ليه بقى؟ احنا كنا بنستقبل بخره او اثنين، دلوقتي باخرات كثيره جدا، وبدات عمليه التطوير والتنميه على ميناء العريش الدولي ليصبح من اهم مواني العالم على الاطلاق. ميناء العريش الدولي. والعديد من الشاحنات دلوقتي بتيجي وتوصل وتنزل على ميناء العريش الدولي. طيب، لولا ان الدوله المصريه كانت سبقت الزمن بفتره كبيره في ان هي ترفع كفاءه الطرق، كانت الشاحنات اللي بتوصل دي هتوصل ازاي؟ ميناء العريش الدولي لو ما رفعناش كفاءته قبل الاحداث دي كان هيستقبل الطائرات والمساعدات اللي جايه لاهالينا في غزه ازاي؟ طبعا. هناك في كتيبه من البشر من جميع الجهات ومن جميع الهيئات والمكيانات موجوده على الارض العريش دلوقتي بتتعامل. طيب، ده قطاع الامن كان مهم جدا، قطاع النقل والمواصلات كان مهم جدا، هنخش على قطاع التعليم. في 2005 كان عندنا جامعه سيناء، واتعمل لها فرع جديد عند القنطره. ايوه. جينا في 2016 اصدر السيد رئيس الجمهوريه قرار بانشاء جامعه العريش. جامعه العريش دلوقتي جامعه كبيره جدا بتضاهي جامعه عين شمس وجامعه القاهره، وبتستقبل
طلاب من جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه ولها تنسيق خاص وتنسيق محترم. طيب الجامعه دلوقتي فيها كليات كثيره جدا واخرها كليه الطب البشري. هنخش على قطاع الثروه المعدنيه. بدانا دلوقتي ننظر الى الثروه المعدنيه والرمال اللي موجوده على ارض سيناء وازاي نستفيد منها. ابو زنيمه؟ اتفضل. ده في منطقه ابو زنيمه مش كده؟ ايوه يا فندم. سيناء في منطقه ابو زنيمه وفي مناطق اخرى في وسط سيناء بيبدا ايه؟ نحن استاذ علاء معاك. ايوه انا معاك. اصل انا قعدت قريت لفتره طويله جدا على منطقه ابو زنيمه، يعني ده وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني ادالنا مناجم في ابو زنيمه نغرف منها، بس احسان الاستخدام. اصل احنا زمان كنا بنصدر خام لحد ما جه الريس قال ما فيش حاجه اسمها تصدير مواد خام، نبدا احنا نشغل حاجتنا ونستفيد من ثرواتنا. صح والله. ما بدانا ان احنا نشتغل على الارض فعلا. والدوله المصريه فاكر في المره اللي فاتت لما كان في مداخله مع حضرتك، المره اللي فاتت قلت لحضرتك ان احنا قربنا نوصل لتريليون جنيه انفاق على في سيناء من الدوله المصريه عشان بعد كده نجني الثمار اللي احنا بنصرفه دلوقتي هنبني نجني ثمار. فبدانا محطات تحليه مياه البحر بحوالي 5-6 محطات. طيب انا بنشأ محطات المياه المحلاه دي ليه؟ عشان انا هيبقى في عندي مجتمعات كتيره طبعا، مجتمعات قادمه موجوده، انشاء المجتمعات البدويه الجديده وحفر ابار بملايين الجنيهات نفذتها محافظه شمال سيناء دوت، ده كله عشان انا عايز استقطب واجيب ملايين من ابناء الوادي من الناحيه الثانيه يجوا الى شرق القناه. حياتك ادرى مني يا استاذ علاء، يعني احنا بنعمل الحاجتين، انا بحافظ على البناء الاجتماعي والهويه الاجتماعيه بتاعت اهالينا في سيناء بالمجتمعات البدويه اللي بنطورها وبنخليها محافظه على شكلها وعاداتها وتقاليدها واساليبها وما الى ذلك، وفي نفس الوقت بعمل المجتمعات العمرانيه الحضريه، يعني انا بعمل ده وبعمل ده. يعني انا عندي حضرتك خط قطع. لا انا معاك. معايا؟ معاك يا فندم. انا احنا تعقيبا على كلام حضرتك، في مدن جديده طبعا اتعملت، اولها كانت مدينه سلام، اول ما تخش الناحيه الثانيه وتعدي قناه السويس بتلاقي مدينه سلام. مدينه سلام الجديده ديت اصدرت بقرار رئيس الجمهوريه لسنه 2019، ودي مساحتها حوالي 22,000 فدان، ودي يعني نموذج جميل جدا من النماذج المدن الحديثه المتطوره. مدينه بير العبد الجديده، مدينة رفح الجديدة، ودي كان أصدر بها السيد رئيس الجمهورية قرار في عام 2015 تحديدا يعني. وطبعا المزار الاستكمال في عملية البناء مستمر. طيب احنا لما جينا نطور المشاريع ديت، هل احنا ضيعنا التراث بتاعنا أو ضيعنا الهوية بتاعتنا؟ بالعكس، ده كل المباني على أرض سيناء كانت بتهدف إلى الحفاظ على الهوية السيناوية، على التراث السيناوي، لأن أنا بستهدف بعد كده سياحة. ده اللي احنا رايحين له ان شاء الله بعد ما احداث غزه طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله رب العالمين تنتهي على تنتهي على الخير باذن الله لما في مصلحه اهالينا في فلسطين. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ علاء، نورتني وشرفتني كما جرت العاده. استاذ علاء اجمعيان الخبير الاقتصادي وعضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصريه. خلي بالك يا جماعه، اللي بيحصل في سيناء كتير وكبير ويستحق مننا الحقيقة المزيد والمزيد والمزيد، بل هي عشرات ومئات المزيد من العرض والشرح والتفصيل والتصوير والزيارات، ونروح هناك ونوري لك اللي بيجرى الحقيقة على أرض سيناء. ده فعلا مش هزار. هل التحرك والتنمية والبناء هذا القطار العظيم اللي موجود في مصر، وهو قطار فعلا عظيم حقيقي يعني، بس موجود في سيناء ولا هو في كل ربوع القطر المصري بال 27 محافظه؟ اقدر اقول لك في كل حاجه، بل في كل ما لم يكن حتى على بال. انا اقدر اقول لك بمنتهى الثقه وباريحيه مطلقه، البحيرات المصريه قعدت فوق ال 100 سنه دون ان تلمسها يد. لا خد بالك، لا تفهم انه دون ان تلمسها يد انها كانت صاحبه مياه زرقاء رقراقة، لا هي لا تلمسها يد، بمعنى هذه البحيرات لم تكرك
لمدة 100 سنة. هذه البحيرات لم تطهر مياهها لمدة 100 سنة. هذه البحيرات لم تلمس البواغيز بتاعتها اللي بتدخل المية الجديدة الفريش يعني لمدة 100 سنة. هذه البحيرات حتى غابت عن الدولة فانتشرت فيها كل حاجة ممكن تتصورها. أي حاجة غلط. أي حاجة غلط. خلي ذهنك يسرح. أي حاجة غلط. طيب. والوحش كمان إنه بسبب بقى عدم الاهتمام وعدم التطهير وعدم التكريك وعدم تطهير البواغيز وفتحها و و و و أدى إلى إنه حتى ثروتها السمكية أصبحت في أسوأ حالة ممكن تتصورها. وصلنا إلى إنه أهالينا اللي مش بيعملوا الحاجة الغلط اللي عايشين على الصيد وتجارة السمك خلاص الناس يا إما هتترك المهنة أو بتتركها كانت بالفعل يا إما الناس اتخربت بيوتها بالمعنى الكامل. جت الدولة خدت قرار احنا مش هنسيب الموضوع ده واشتغلنا. الدولة اشتغلت. اشتغلنا دي يعني أنا وإنت وكلنا، ما هو في النهاية هي بلد واحد. أنا مش من أنصار إنه يجي يقول لك أصل الدولة والمواطنين، ما فيش حاجة اسمها كده. فيعني لا في حاجة اسمها كده في السياسة ولا في حاجة اسمها كده في الإدارة، الحقيقة ولا يصح إن يبقى في حاجة اسمها كده لا في إعلام ولا في صحافة. هي دولة. الكل بيشيل الشيلة. طيب، فاشتغلنا. فطهرت البحيرات وكركت وعمقت وفتحت البواغيز على مصراعيها وألقيت زريعة سمكية جديدة علشان الناس تقدر تشتغل. بل أنا هزيدك من الشعر بيت، يعني يقول كل الشغل ده نقدر نتكلم فيه مثلا مع وزارة الري وما إلى ذلك، لكن وزارة الزراعة أيضا بما عشان موضوع الزريعة. لا ده كمان اشتغلنا على إزاي نقدر ندعم الصياد ونجيب مراكب جديدة ونجيب شبك جديد ونجيب معدات جديدة ونساعد و و و ده طبعا بخلاف الشق الأمني الحقيقة المهول اللي اتعمل علشان تطهير كل هذه الأماكن من الجرائم اللي كانت موجودة فيها. معنا على التليفون مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا دي من قلبي والله، اوعى تفتكر ان انا الابتسامه دي وراها اي شيء، ده انا بجد من قلبي يعني. لا طبعا طبعا من قلبي في المطلق في المطلق. طيب يعني مهم عندنا ان احنا نتكلم على الجهد العظيم اللي اتعمل في إزالة التعديات اللي كانت بتحصل في البحيرات، أعمال التكريك في كافة بحيرات مصر، فتح البواغيز وتطهيرها وتوسعتها، يعني اللي اتعمل عظيم. أنا من الناس اللي بشوف ده تقريبا كل أسبوع لأن أنا رايح جاي طريق مصر اسكندرية، يعني فاضل بس ان أنا أحمل ركاب، فأنا بشوف ده بعيني بصراحة. وده على بحيرة واحدة بس، ده أنا بتكلم على مريوط، فما بالنا بالباقي يا فندم؟ كلمني أرجوك وقولي. هو بالفعل يعني الشغل اللي اتعامل في بحيرة المنزلة تحديد كتير جدا كتير، هذه اللي يمكن اتعرضت. لا محمد بيك الشبكة عند حضرتك صعبة جدا قوي خالص. أرجوك. أنا عايز مكان تبقى الشبكة فيه حلوة كده عشان أسمع الكلام وانبسط. لا الشبكة مش قد كده. طب باشمهندس محمد هستأذن حضرتك، احنا هنعود الاتصال بس أرجوك 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 يعني معلش، هو الدنيا برد، تقل واطلع البلكونة يا فندم. ألف شكر باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. يا جماعة أنا بسافر اسكندرية كل أسبوع وعليه أنا بشوف اللي حاصل. فاكرين زمان الملاحات؟ الله. معانا تاني المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. منورنا يا فندم. أهلا بيك. أيوة كده الصوت أحلى. حضرتك كده كويس؟ يا فندم اتفضل. بالنسبه لبحيره المنزله طبعا هي اتعمل فيها مجهود كبير جدا خلال السنوات الماضيه على مدى طويل. هذه البحيره حصل فيها تدهور كبير لحاله البحيره بسبب وجود الحشائش وتدهور نوعيه الميه داخل البحيره.
وده دفع أجهزة الدولة المختلفة. أنا هنا مش بتكلم على وزارة الري فقط، ولكن في مجهود كبير جدا من العديد من الوزارات والجهات المعنية، أحدها كان وزارة الري، لكن في مجهود كبير جدا في عمل إزالة للتعديات وتطهير للحشائش الموجودة وأعمال تكريك مختلفة في البحيرة نفسها. يمكن وزارة الري، وده الجزء اللي أنا حابب أتكلم عنه، كان لها دور بارز في هذا الأمر، لأنه بحيرة المنزلة متصلة بالبحر المتوسط عن طريق اثنين من البواريد، البوغاز اللي هو الفتحة اللي بتربط البحيرة بالبحر المتوسط. طبعا نتيجة لحركة الأمواج وما ينتج عنها من حركة الرمال والرسوبيات اللي موجودة في البحر، البوغاز دوت بيتسد مع حركة الأمواج المستمرة، الرسوبيات والرمال بتتجمع في هذه البواريد وبتقفلها، وبالتالي مية البحر مش بتقدر تدخل للبحيرة. ده كان بيستلزم تنفيذ أعمال لحماية هذه البواريد، وبحيث أن هي تكون باستمرار مفتوحة، عملية منشآت للحماية، منشآت شاطئية بتحمي هذه البواريد، بتخليها دايما مفتوحة طول السنة، وبالتالي المياه البحر المتوسط بتقدر تدخل بسهولة من هذه البواريد إلى داخل البحيرة. حلو. أيضا في ممرات من البواريد إلى قلب البحيرة بتسميها القنوات الشعاعية، ودي بتبقى عبارة عن يعني زي خطوط طولية بيتم تكريكها بطول البحيرة، بحيث أنه المية تقدر تتحرك جواها وتنتشر في أجزاء كبيرة من البحيرة. الهدف من إحنا ندخل مية البحر إلى البحيرة أن إحنا نحسن نوعيتها، بحيث أن هي تكون قادرة على تربية الثروة السمكية داخل البحيرة، لأن طبعا تدهور النوعية خلال الفترات السابقة أثر للأسف بشكل كبير جدا على الثروة السمكية الموجودة في البحيرة، وده طبعا انعكس بشكل سلبي على الصيادين وفرص طبعاً عملهم، لأن دي حياتهم، هم ما عندهمش مصدر صح رزق آخر غير صيد الأسماك من بحيرة المنزلة، وبالتالي تدهور نوعية المية وبيسبب ضياع فرص عمل للآلاف من الأسر اللي بتعتمد على بحيرة المنزلة. الأعمال دي أعمال البواغيز والقنوات الشعاعية الحمد لله أسهمت في تجديد المية داخل البحيرة بشكل مستمر، بدخول مية البحر بشكل مستمر، فبالتالي تحسن نوعية المية وبالتبعية انعكاس دوت على تحسن طبعاً كمية الثروة السمكية الموجودة في البحيرة، وبالتالي الصيادين ازدادت دخولهم وقدروا ان هم يحافظوا على فرصة عملهم اللي هم المعتمدين عليه. جهد رائع جدا 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 من حضراتكم الحقيقة، ووجب ان هو يلقى عليه الضوء. ما تيجوا يا جماعة نلف لفة في البحيرات أنا وزملائي في البرنامج، والله هتبقى لطيفة جدا. طيب خلوني أولا أشكر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، ألف ألف شكر يا فندم. طيب أنا عندي أكتر من حاجة نفسي أتكلم فيها، وعايز أتكلم كمان بالمناسبة على مسألة ما يتم الحديث عنه من أنه الصهاينة بيدرسوا مسألة خروج السنوار من غزة بشكل آمن مقابل الإفراج عن المحتجزين. يعني دي حدوتة مهمة جدا جدا لازم نتكلم فيها ولازم نفهمها، بس يعني خليها في حينها، لأنه إحنا أيضا زي ما بقولك بقدر ما قد يكون هذا الواقع في فلسطين مش مؤلم، هو مأساوي إلى أبعد الحدود وبائس، إلى أنه لدينا أيضا أمور جيدة. يعني زي على سبيل المثال أن احنا عندنا توجيهات من فخامة الرئيس بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية. طيب إيه بقى اللي حصل مع جامعة القاهرة؟ مش أنا اللي هقولك، دكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة. أهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا بك يا استاذ يوسف، اهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد كل لله. كل سنه وحضرتك طيب، ونسبه العام الجديد مبكره 6 ايام. وحضرتك بألف خير وصحه وسلامه. الله يخليك. عايزين نتكلم اكتر على الجامعات التكنولوجيه، ونتكلم بشكل اكثر تحديدا على جامعه القاهره التكنولوجيه الجديده. تمام.
هو الحقيقه اتجاه الدوله الاخير للاهتمام بالتعليم التكنولوجي من قناعتها التامه ان دي قاطره التنميه في مصر ان شاء الله باذن الله. من غيرها مش هيكون في تنميه. ليه؟ لان انا بخرج خريج المفروض مؤهل لسوق العمل بصوره مباشره. ودي الحقيقه يعني الدوله الصناعيه الكبيره انتاجتها من 70 80 سنه مثلا يعني وما زالت بتطور فيها الى الان. فالمشوار طويل جدا ومحتاج مجهود كبير جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال لما بنيجي نعمل برنامج في القاهره الجديده برنامج دراسي احنا بنشرك سوق العمل معانا. عفوا. بنشرك سوق العمل معانا بمعناه ان عند معايير العمل عندها معايير معينه عاوز الخريج ده يكتسب هذه المعايير والجدارات المعينه. تمام؟ طبعا بنعمل بنش مارك او رجوع للمعايير الدوليه لما بنيجي نصمم برنامج مع المعايير اللي عايزها سوق العمل وكده بنعمل ميكس لان الطالب هيتخرج ده هيكتسب هذه المعايير. في الحاله دي اقدر اقول ان الطالب ده مؤهل لسوق العمل بصوره مباشره. ودي الحقيقه عمليه يعني مختلفه تماما عن التعليم الاكاديمي اللي احنا اتعلمناه يعني. طيب انا هنا يجي عندي سؤال يا دكتور. لما بنتكلم على التاهل المهام المختلفه لما دكتور طارق طريقه التصحيح مختلفه. ايوه كويس ده كلام حلو قوي. بس انا يجي دايما على بالي سؤال لما بيجي نتكلم على كيفيه تاهيل الطالب لسوق العمل. اي سوق عمل اعني؟ هل هو سوق العمل المصري ولا سوق العمل الاقليمي ولا سوق العمل الدولي والعالمي؟ ده سؤال مهم جدا. عشان كده بقول لحضرتك انا بعمل بنش مارك وانا بعمل معايير سوق العمل المحلي بعمل بنش مارك لسوق العمل الدولي. حلو. يعني بيبقى قصاد الاثنين وان لان احنا مثلا تكنولوجيا الطاقه الجديده والمتجدده مش هيختلف كتير وظيفته هنا عن بره. تمام؟ فبالتالي بيبقى عندي المعايير المحليه والمعايير الدوليه شغالين مع بعض عشان اقدر اقول الطالب ده مؤهل ان اشتغل جوه مصر وفي الاقليم الشرق الاوسط وافريقيا وحتى بره مصر ان شاء الله. طيب فهو ده حتى قانون انشاء الجامعات التكنولوجيه نص صراحه على كده في الماده 3 ان انا هاهل واحد خريج مؤهل لسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي. ده كلام بالنسبه لي مزيكا. انا اشكرك جدا 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 دكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعه القاهره التكنولوجيه الجديده. التاهيل لسوق العمل الدولي دي حاجه، الحاجه الثانيه التاهيل حتى لفكره الامتداد الاكاديمي. يعني انا عايز الطالب بتاعي لما يتخرج افترضنا انه عاوز يعمل ماجستير في ماساتشوستس ام اي تي يعمل، ما الاقيش ماساتشوستس بتقول لي لا، اقول له لا ده القاهره جامعه القاهره التكنولوجيه مثلا يعني، ده جلاله، ده كذا الى اخره. هيروح مش عارف يدرس في لوزان، هيروح يدرس في بوليتكنيك في باريس، هيروح وهكذا. ده يخلق سمعه دوليه عظيمه للجامعات الجديده. احنا سمعتنا الدوليه اكاديميا احنا زي الفل. كم العلماء والباحثين بتوعنا اللي مليين العالم في اكبر واحسن وادخن جامعات ومعاهد في العالم فل، واعداد مهوله. اكاد اقول لك احنا اكتر بلد بتصدر باحثين، حاجه عظمه يعني. طيب هنا بقى لازم نرجع على فلسطين. اهو اقرار بالفشل ام هو اقرار بالهزيمه؟ وهل ده هيبقى طوق نجاح حقيقي لنتنياهو ولا هي مجرد مسكن يستطيع أن يعود به نتنياهو إلى داخله ورأيه العام ليقول لهم لقد فعلت وسويت؟ تقارير بتقول أن الجانب الصهيوني أو الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية فلسطين بيفكر بيدرس خروج السنوار من غزة آمناً مقابل الإفراج عن المحتجزين. وهنا لازم نسأل آمنا يعني إيه؟ توصيف آمن ده واحد، اتنين وما هي ضمانات الخروج، تلاتة والخروج إلى أين، أربعة وهل المقاومة موافقة ولا مش موافقة؟ خليني هنا ناخد معانا على التليفون دكتور علي الأعور الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بيك يا دكتور علي. أهلا بك، تحياتي لكم من الوطن المحتل. تحياتنا ليك، ونتمنى انه في يوم من الايام لما نكلم حضرتك في التليفون او نجيلك لحد عندك تقول لنا اهلا بكم في القدس العربية دولة فلسطين المستقلة باذن الله. باذن الله. ده
بس تشرفوا ده من القدس للقاهرة كلنا أرض عربية والشعب عربي طبعا تشرفوا في أي وقت إن شاء طبعا. الله بعد التحرير بإذن الله. دكتور علي يعني ماذا عن الحديث حول لو صح التعبير اتفاق ما أو دراسة ما يفكر فيها الكيان الصهيوني المحتل بأنه يضمنون خروج السنوار حيا آمنا مقابل خروج كافة المحتجزين؟ نعم يعني أنا بتقديري أولا علينا أن نسأل عن المعطيات عن الأرض في قطاع غزة، علينا أن نسأل عن المعطيات في الميدان، ثم نتحدث أيضا عن رأي العام الإسرائيلي في قضيتين. أولا كفاية عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي إلى الجنود والضباط، والنقطة الثانية استمرار لتطالب في طعام الآن هناك يتشكل رأي عام جديد في إسرائيل، ولأول مرة منذ الحرب يعني على 80 يوم أن هذه المرة يتشكل رأي عام يطالب نتنياهو بالاستقالة، حتى أن أعضاء في حزب الليكود يطالب نتنياهو بالاستقالة. ولكن عودة إلى سؤالك الكريم، هل فعلا هناك مبادرة يتم من خلالها خروج قيادة حماس من غزة بشكل آمن مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المسجدين في غزة لدى المقاومة؟ أنا بتقديري أولا علينا أن نسأل أين المقاومة؟ أين هي المقاومة؟ هل هي موجودة في دولة عربية؟ هل هي موجودة في دولة أوروبية؟ هل هي موجودة في الصين؟ المقاومة موجودة على أرض فلسطين، وبالتالي عملية طرح مثل هذا الرأي لا يمكن أن توافق عليه المقاومة لسبب بسيط، حتى وإن كانت هناك مقارنة بحرب 82 بخروج قائد الراحل ياسر عرفات، لكن عرفات كان في بيروت، ما كانت موجود في حيفا وعكا وغزة. الآن الثوار والمقاومة موجودة في غزة، موجودة على أرض فلسطين، هذه ناحية. الناحية الثانية، هذه المقاومة أخذت على عاتقها نقطة مهمة جدا، وهي إما الشهادة وإما النصر. يعني مستحيل أمام الجماهير وأمام الشعب الفلسطيني وأمام الشعوب العربية والإسلامية، مستحيل أن تقوم قيادة حماس والمقاومة برفع الرايات البيضاء. يا جماعة أنتم اللي حصل في 7 أكتوبر ده عمل كبير جدا، اللي حصل في 7 اكتوبر يوازي اللي حصل في 7 اكتوبر اقتل برامج اسرائيل كلها في منطقه الشرق الاوسط. وبالتالي اسرائيل عندما شعرت بان 7 اكتوبر اضاع الهيئه الامنيه والعسكريه لاسرائيل، دمر اسطوره الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر. 7 اكتوبر هو نقطه تحول في تاريخ اسرائيل وفي تاريخ الشرق الاوسط. المقاومه اخذت قرار اما الشهاده واما النصر. نعم هناك 21,000 شهيد فلسطيني، وهناك تدمير لغزة، نفتح مدن بأكملها، بيت حنون وبيت لاهية والشجاعية وخان يونس ومخيم المغازي ومخيم البريج، ولكن هناك قرار فلسطيني وهو التحرير. لابد من إنهاء الاحتلال يا جماعة، 75 عام وإحنا تحت الاحتلال، مش معقول يعني. وبالتالي كان قرار المقاومة هو على عمليا إنهاء الاحتلال وفك الحصار عن غزة. إذن دكتور علي، والشعب الفلسطيني تعتقد إلى المعادلة الدولية يا جماعة، 7 من أكتوبر إعادة فلسطين إلى الواجهة الدولية، ده صحيح، لكن تعتقد أنه مسألة خروج السنوار من عدمها هل هي بالونة اختبار إسرائيلية تحاول أنها يعني تتحسس بها الخطى في الداخل الفلسطيني أو ما بين الفصائل الفلسطينية مش بس حماس؟ يعني هذه المبادرة تم طرحها بعد نشر خبر في الإعلام الإسرائيلي وفي الإعلام العبري، وأنا تابعته نقلا عن مصادر عربية، لأن السنوار بعث برسالة إلى القيادة في الخارج وقال لهم بأن المقاومة بخير وأن المقاومة تملك أكثر من 70% من قوتها العسكرية، وبالتالي هذه كانت رسالة توحي بأن يحيى السنوار هو يقود العمليات في قطاع غزة. هذه الرسالة التي وصلت إلى نتنياهو، وصلت إلى مجلس الحرب في داخل إسرائيل، تؤكد بأن يحيى السنوار يقود العمليات العسكرية. فبالتالي طرح نتنياهو هذه المبادرة على الأقل من أجل تضليل الرأي العام الإسرائيلي. نتنياهو حتى اليوم لم يحقق أي انتصار، لم يجد أي شيء يعود به إلى تل أبيب. طرح قبل شهر مبادرة وقال سأعود برأس السنوار إلى تل أبيب حيا أو ميتا، وبالتالي بعد ذلك توقف الحرب. نتنياهو الآن يريد إطالة أمد الحرب ليحافظ على مقعده، هو يحافظ على مقعده ومكتسباته طبعا، ويحاول أن يحفظ لنفسه ماء الوجه. أنا بشكرك جدا جدا دكتور علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، محدثنا من القدس العربية المحتلة. شوف،
طبعا مما لا شك فيه بالونة اختبار أزيدك من الشعر بيت، هي محاولة من الجانب الصهيوني حتى أنه يخلق فتنة ما بين فصائل المقاومة المختلفة، اللي هو شوفوا بصوا بقى سلموا لنا أنتوا السنوار وإحنا هنبقى في التمام، أو اضغطوا على حماس حتى يسلمونا السنوار، مش تسليموا لأجل الأسر، تسليموا لأجل الخروج الآمن. وإن لازم نقعد نفكر خروج آمن فين؟ يعني لو افترضنا جدلا أنه ده هيحصل، فين بقى المكان الآمن اللي هيخرج ليه يحيى السنوار؟ فيبقى مؤكد بنسبة 100% اللي هو لا يمس. طب أنا أزيدك بقى، لما المقاومة خرجت من بيروت بضغوط كتير وخرج عرفات رحمة الله عليه، بالمناسبة الباقي الوحيد من هؤلاء الذين خرجوا هو السيد فاروق قدومي أبو اللطف الله يديله الصحة في تونس. فالمقاومة خرجت من بيروت وراحت على تونس، طيب مين كان من الخارجين؟ المقاوم العظيم التاريخي خليل الوزير أبو جهاد. وإيه اللي حصل؟ تم اغتيال أبو جهاد بس خلاص، مفيش حاجة اسمها خروج آمن لعناصر المقاومة أيا كان الفصيل. أنا بكلمك على الناس دي كانت فتح، تمام؟ ما فيش حاجة اسمها جماعة خروج آمن، هذا العدوان، هذا المحتل لا كلمة له ولا عهد ولا وعد، وقتل قتل لا يعرفون الرحمة ولا يفهمون حتى في قواميسهم حاجة اسمها كلمة الإنسانية، ده مش موجود في القاموس. ماشي الكلام؟ طيب أهلا 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 بحضراتكم، كل الترحيب بكل المحبة والتقدير والاحترام لكاتبنا الكبير جدا أستاذ محمد سلماوي، منورنا. الله يخليك، أشكرك. إيه الأخبار؟ كله حلو؟ يعني يا رب تكون كل حاجة حلوة. ظل الظروف دي يعني صعب كلمة حلوة دي. صحيح، يمكن قاعد عمال بفكر وحتى بحاول نعمل زي برين ستورمينج كده واحنا بنتكلم، هنتكلم في ايه ولا في ايه ولا في ايه ولا في ايه، فلقينا عشرات الامور. لكن اظن انه دائما المشاهد المصري اولا منتظر انه يعرف ويفهم الوضع الداخلي المصري، الملف الداخلي المصري لو صح التعبير، وماذا بعد الانتخابات. كيف يرى الاستاذ محمد سلماوي ما بعد الانتخابات الرئاسية؟ والله أنا بأرى يعني مرحلة جديدة في تاريخ مصر، والشواهد على كده ما حدث في الفترة الأخيرة. ما ننساش أنه مسألة الحوار الوطني غيرت أشياء كثيرة، خلقت نوع من النقاش المجتمعي اللي كان غايب لسنوات، لأن كنا في حالة حرب، كنا في حالة حرب مع الإرهاب والتطرف والوضع اللي كان موجود، وكان يعني له الأولوية في كل شيء. تطورنا من ده بعد الوصول لمرحلة الاستقرار والأمن، والحمد لله الحفاظ على الدولة في الوقت اللي الدول اللي حوالينا كلها بتتفكك وتنهار، إلى مرحلة أخرى بنناقش فيها بقى مشاكل. وكان السؤال المطروح لو تذكر طبعا الحوار الوطني ده، هل هو حوار شكلي ولا ده جد؟ والناس كانت متشككة، لأن ما حدش تعود على حوار يبقى بصراحة كاملة وقيادة سياسية بتقول اللي هتتفقوا عليه هنفذه. يعني كانت مسائل أشبه بالدعاية، مش إلى أن ثبت عكس ده. حصل الحوار وشارك في الحوار جميع فئات المجتمع وجميع الاتجاهات السياسية المؤيدة والمعارضة والأنمالية وكله، وخرج من الحوار مقترحات وأفكار رفعت إلى القيادة السياسية وتم تبنيها بالفعل. صحيح، وإن كان الحوار لسه ما خلصش شغله يعني، لكن ما تم رفعه للقيادة السياسية. أذكر على سبيل المثال اقتراح
الحوار الوطني للرئيس بأنه الانتخابات القادمة تظل تحت الإشراف القضائي، رغم أن الدستور كان بيقول أنه لا، سنة 24 يترفع الإشراف القضائي. تبنى هذا الاقتراح فورا ويكاد يكون في نفس اليوم يعني. وأشياء أخرى من هذا القبيل، خاصة أشياء تتعلق بملف الحريات واقتراحات من الحوار الوطني تم تبنيها، وتم الإفراج عن ناس كان قد ألقي القبض عليهم يعني قبلها بساعات، مش بأيام ولا شهور. فدي كلها بتدي يعني مؤشر إنه في تواصل حصل بين القيادة السياسية وبين الرأي العام الشعبي، وهذا التواصل كان مفتقد لعقود، كان دايما الشعب في وادي والقيادة السياسية في وادي آخر. فده تطور مهم جدا. التطور الآخر له علاقة بالموقف الخارجي والتهديد اللي بتواجهه مصر على حدودها الشرقية، ومسألة تهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء ورفض مصر. والموقف ده الحقيقة في بعض القضايا في السياسة الخارجية بتبقى قضية داخلية، وهذا الوضع، هذا الموضوع كان قضية داخلية لكل مصري، وموقف القيادة السياسية وتلاقيها مع الرأي العام الشعبي برضو وجه، يعني إذا كان مسألة الحوار الوطني والمصارحة والنقاش والانفتاح السياسي اللي شفناه من خلال الحوار يتعلق بالسياسة الداخلية وبأسلوب حكم أتوقع أني أراه في المرحلة القادمة بعد حلف اليمين، فالقضية الوطنية أيضا أكدت المواقف الثابتة، المواقف القومية الثابتة اللي كان بيحصل في الماضي أن تلاقي في انفصال فيها ما بين القيادة السياسية وما بين الشعب، خاصة وقت اتفاقيات السلام والتطبيع، وما كانش الشعب متلاقي تماما صحيح مع القيادة السياسية، والمعارضة كانت قوية. هذا الموقف أكد هذا التلاقي بشكل كبير جدا. فأنا كمواطن مصري مطمئن داخليا أنه في مرحلة جديدة بتبدأ، مرحلة انفتاح سياسي وكذا، ومطمئن قوميا ووطنيا من خلال المواقف الواضحة اللي شفتها والتي تزامنت مع فترة الانتخابات. طب المواطن المصري مطمئن للتحركات في الملف الخارجي، ده مما لا شك فيه، مطمئن للاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، ده مما لا شك فيه، مطمئن لأن هناك نتائج حقيقية ملموسة جوه من خرجت من الحوار الوطني انعكست فورا على الملف السياسي الداخلي. بس المواطن المصري أظن، بل أكاد أكون متأكدا، يتساءل كل ساعة الحكومة هتكمل معانا ولا مش هتكمل. هذا ليس ذما في الحكومة، ولكن حتى الناس بقى بتقول كده، هم تولوا المسؤولية في فترة شديدة الصعوبة بس لحد كده وكفاية، احنا عايزين حكومة مختلفة. البعض يقول احنا عايزين حكومة الاقتصاديين، والبعض يقول لا احنا عايزين حكومة تقدر تظبط لنا الأسعار وتضرب بيد من حديد على التجار وما إلى ذلك. بتشوف ده ازاي يا أستاذ محمد؟ هو شوف، يعني الدستور لا يلزم الرئيس بأنه لازم يغير صحيح الحكومة، لكن أنا بتوقع أو بأرى من وجهة نظري الشخصية يعني أنه المرحلة القادمة محتاجة تغيير، محتاجة توجه جديد، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وزارة جديدة. وزارة جديدة مش بالضرورة يبقى رئيس الوزارة جديد، أو لأن في تعديلات وزارية
ما هيش تعديل إطلاقا يشيل وزيرين أو ثلاثة ويبقى عملنا تعديل، لا، يعني ما يكفي من التعديلات أنه يدي انطباع للرأي العام أننا على أعتاب مرحلة جديدة. مرحلة جديدة فيها يعني استثمار للقضيتين اللي اتكلمنا فيهم، قضية الانفتاح السياسي والقضية القومية الخارجية، وأساساً أيضاً رؤية جديدة تطمئن الناس اقتصادياً، لأنه ده ملف شائك جداً وملف أنا بعتبر أن الحكومة كانت مقصرة فيه إعلامياً. ربما سياستها الاقتصادية عظيمة جداً وماشية مظبوط، إنما إعلامياً هي مقصرة في هذا الملف، متكتمة دائما. ليه؟ ده أنت عندك حاجات، يعني بنتكلم على الدين وعندنا دين كبير، هذا الدين في النصف الأول من سنة 24 هيبقى حجمه كذا، في النصف الثاني أقل بكثير. صح. طب دي حقيقة، ازاي الحكومة ما بتقولها ليش؟ ازاي الحكومة ما بتطمئنش الناس وتقول انه بعد النصف الثاني من 24 هيبقى خدمة الدين اقل والفايدة اللي بندفعها اقل، وبالتالي ده هيأثر على سياستنا ازاي، هيعمل انفراجة ازاي ولا مش هيعمل ولا ايه؟ دي قضايا كلها ملك للناس. هل يجوز ان الحكومه تتكتم طول الوقت؟ يعني انا ما بفهمش سياسه الكتمان المستمر. صحيح. ويمكن حتى بيلفت نظري جدا ان احنا في اكثر من موضع كنا بنشوف الرئيس يقول للحكومه انتوا ما بتتكلموش في الموضوع ده ليه، انتوا ما بتكلموش الناس ليه، انتوا ما عملتوش مؤتمر صحفي ليه، انتوا ما اصدرتوش بيانات بده ليه؟ يعني ايه اللي بيجرى؟ الحقيقه اكثر واحد متحدث في السلطة السياسية كلها هو رئيس الجمهورية. أكتر واحد بيعلم الناس في زياراته وفي لقاءاته وفي بتاع، حتى بيتكلم يمكن بصراحة أكثر مما اعتدناه. واخد بالك؟ إنما الوزراء سياسة في الكتمان. بينما أنا بعتقد إنه مهمة جزء أساسي من مهمة الوزير هو أن يتواصل مع الرأي العام، أنه يعرف الرأي العام هو بيعمل إيه، زي ما بيحصل في العالم كله. يعني المثل اللي دايماً بضربه البيت الأبيض، زي ما أنت عارف طبعاً يومياً الساعة 12 الظهر في مؤتمر طبعاً صحفي للمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، يجاوب على كل أسئلة الصحفي يومياً. مين وزير عندنا بيعمل كده أو عنده متحدث رسمي بيعمل كده في قضايا الناس مشغولة بيها وقلقانة بيها؟ لا، ده أنت واجبك وجزء من زي ما بيقولوا الجوب ديسكريبشن أو جزء من مسؤولية التوصيف منصبك الوظيفي. التوصيف الوظيفي لمنصبك هو كيف تتواصل مع الرأي العام، كيف تعلم الرأي العام، كيف تسوق سياسة الحكومة للرأي العام، كيف تتواصل ويبقى فيه تجاوب بينك وبين الرأي العام، بحيث أنا كمواطن أبقى عارف الوزير ده بيعمل إيه، أبقى عارف السياسة الاقتصادية رايحة فين، أبقى عارف الحكومة الجديدة لو جت حكومة جديدة هتتعامل مع مشكلة الديون إزاي. هل ده لأن هم تقنيين مش سياسيين؟ يعني ليسوا حملة حقائب سياسية وإنما هم تكنوقراط؟ والله أنا بتصور إنه هو ميراث، يعني إحنا ما تعودناش إنه الوزير لازم يطلع يكلم الناس. الوزير بيعمل الشغل اللي مطلوب منه من رئاسة الجمهورية، وطالما تمم شغله خلاص. لكن إنه هو بقى يقعد يقول للناس هو بيعمل إيه، مش كل وزير عنده الحس ده والإدراك بإنه التواصل مع الجماهير جزء من سياسته. السياسة مش بس إنك تنفذ تعليمات سيادة الرئيس، إنما كيف يتقبل الرأي العام هذه السياسة. من الوزراء السابقين اللي كان عندهم هذا
الحس بشكل عالي جدا مثلا فاروق حسني طبعا تواصله طبعا. مع طبعا. الرأي العام من خلال الصحافة والإعلام وكذا بحيث أصبحت القضايا الثقافية اللي هي بيتصوروا أنها قضايا النخبة وكذا أصبحت قضايا رأي عام في الشارع. الأوبرا الناس اللي كانت ما تعرفش إيه هي الأوبرا عرفت إيه الأوبرا صح. وإيه أوبرا عايدة أو البتاع اللي كانت بتعرض للبشوات في الأوبرا أيوه. الخديوية أيوه. زمان وكذا. فده جزء أساسي أتمنى برضو يمكن وإحنا بنستطلع أو بنتطلع للمستقبل أنه يكون يعني واضح في ذهن الوزارة الجديدة لأنه لدي الوزارة الكثير من الأنباء الجيدة والسارة اللي لازم تعلم بها الجمهور وتعلمه أيضا بما هو ليس سار عشان يبقى واقف معاها. يعني فكرة وسياسة وأسلوب المكاشفة والمصارحة والتشارك بالظبط كده. ليه الحكومة ما بتعملش عندنا كده بخلاف مسألة الميراث أو الإرث الذي اعتدناه؟ مفترض أن الحكومة دي أو إذا كان في حكومة جديدة أو حكومات تالية أيا كان أنتوا بتشتغلوا في عهد جديد بتصور جديد باستراتيجية جديدة بإجراءات جديدة ليه محافظين على الإرث ده؟ أقول لك لا يعني إلى جانب التعود والإرث زي ما بنقول إنما أيضا هو السياسي بيتكون إزاي؟ بيتكون من خلال التعامل الحزبي في الشارع. الحكومة أو حزب بيشكل حكومة بيشكلها من أعضاء في الحزب تمرسوا في العمل الجماهيري نزلوا الشارع عملوا صحيح. مؤتمرات شعبية عينهم دايما على الرأي العام هل هو متابع سياستي فاهم سياستي ولا لا هل هو مع الحزب ولا ضد الحزب. الأحزاب عندنا تكاد تكون وهذه يعني سوء أخرى نتمنى برضو أنها تزول في المرحلة القادمة الأحزاب غير موجودة وبالتالي المفرخة بتاعة اللي بتطلع رجل السياسة اللي متمرس على السياسة وإذا تمرس على السياسة بالضرورة بيدرك أهمية تواصله مع الرأي العام لأن ده جزء أساسي. طب ده خلينا نفكر مع حد بصوت عالي اللي أنا أشوفه أنه فعلا أدى إلى نتائج عظيمة جدا كان الحوار الوطني والحوارات والمناقشات والاتفاق والاختلاف اللي حصل جوه الحوار الوطني ما بين من هو معارض وبين من هو مؤيد وما بين الأحزاب المختلفة. طبعا يا الناس اللي كنت فرحان جدا إيه ده خبر أبيض الحزب الشيوعي المصري كمان معزوم جوه الحوار الوطني ده شيء رائع وما إلى ذلك. لكن أنا أصبح في عندي انتخابات رئاسية عمري ما شفت في مصر انتخابات قائمة على أساس حزبي غير الانتخابات دي. فأنا عندي المصري الديمقراطي الاجتماعي عندي الشعب الجمهوري عندي حزب الوفد وعندي مرشح مستقل فاز بهذا المقعد. هل الأحزاب في مصر مستعدة للتعامل مع هذه النتائج تعامل إيجابي يعني يبنوا كوادرهم ويبنوا مدارس الكوادر جاهزين لهذه النتائج؟ يعني سؤال غاية في الأهمية لكن دعني أختلف معاك في الطرح الأولاني إنها كانت انتخابات قائمة على تنافس حزبي هذا غير صحيح لأنه لا يكفي إن يبقى الأحزاب غايبة تماما عن الساحة ثم تترشح للرئاسة ونقول والله عندنا انتخابات حزبية. لا ما هياش حزبية مش حزبية ده انتخابات بين أفراد يعني صحيوا من النوم بعد نوم دام سنوات طويلة وقالوا إحنا أحزاب هنيجي ننافس ما كانتش على أساس أو وجدوا فرصة يعني لأول مرة وجدوا فرصة وكويس إنهم دخلوا الانتخابات وإحنا سعداء بهذا إنما ما تنساش إنه الرئيس مش حزبي الرئيس مستقل فإذا ما كانتش انتخابات على أساس حزبي هي انتخابات بين رجل له إنجاز والناخب خابره على مدى صح. 10 سنين أو أكثر ويعلم من هو وما هي قدراته وما هي إنجازاته وما هي الأشياء التي جعلتني أشكو من الوضع كل ده
بحلو ومر ومعروف للناس، ووجوه جديدة تماما طلعت فجأة كده، ده رئيس حزب وده كذا وده، يعني حتى أنا مستغرب النسب اللي خدوها دي جابوها منين. يعني مش بس دي حاجة برضو جيدة، يعني أن أنا ألاقي أن النسب بهذا الشكل ومعدلات التصويت كده، أنه تبدأ تقريبا من حوالي 850 ألف صوت وصولا لتقريبا حوالي 2 مليون صوت عند المرشح المهندس حازم عمر كمركز تاني في هذه الانتخابات، ده إدالي برضو يعني أمل في أنه الأحزاب تقدر تكمل اقتناص الفرصة. هو عشان تتحول هذه الفرصة، وهي فرصة كانت جيدة وإحنا سعداء بيها، لكن عشان تتحول إلى الأمل اللي إحنا بنتكلم عنه، يجب إنه تبقى دي نقطة البداية بالنسبة لهم، مش نقطة النهاية. صحيح. إنه أنا نايم 4 سنين وبعدين تيجي الانتخابات، أخش الانتخابات، خسرت الانتخابات، أكمل نوم بقى ولا أصحى؟ آه، وأتنشط. لا خلاص، الستار ينزل والمسرحية خلصت. لا، دي يا ريت تبقى بداية. طالما أنت جمعت 100 صوت ولا 200 صوت ولا 2 مليون صوت، طب كيف ستستثمرهم في المرحلة القادمة؟ إما هتستثمرهم وهينشط الحزب بتاعك ده، ونشوف فعلا في حراك سياسي يتفق مع الحراك السياسي اللي تم بالنقاش في الحوار الوطني، ينزل بقى للشارع وللمعترك السياسي، ويبقى هنا الحوار الوطني يعني تأصل في المجتمع، أو إنه مش هيقدروا يعملوا ده. هم في اختبار، يعني عايز أقول إنه الأحزاب السياسية في مصر كلها، ومش بس اللي خاضوا الانتخابات، في اختبار شديد جدا هو اللي هيحكم، يا إما يعودوا إلى مواتهم، يا إما إنه دي هتبقى بداية لصحوة جديدة تستفيد من مناخ الانفتاح السياسي اللي صحيح. احنا بنتوقعه. لازم يغتنم هذه الفرصة. هستأذن حضرتك أستاذ محمد، هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام، ويمكن أنا محتاج أسمع تحليل الأستاذ سلماوي على الوضع على الأراضي الفلسطينية تحديدا. يعني أنا فعلا شاغل بالي ما الذي تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للضغط الحقيقي على إسرائيل، بصرف النظر على أنه نتنياهو دائم الحديث على أنه إحنا ما حدش بيضغط علينا، ولا حد يقدر يضغط علينا، ولا حد هيقدر يوقفنا عن هذه الحرب. واقع الأمور أنه لا، هو ممكن ضغوط تمارس وممكن أكون غلطان، فأنا محتاج أفهم. هروح للفاصل ونكمل الكلام مع كاتبنا الكبير أستاذ محمد سلماوي بعد إذنكم. استنونا، أنا لازم أنا كمان أغتنم الفرصة، يعني أنا مش هقدر. خلونا نجدد الترحيب جدا 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 بكاتبنا الكبير أستاذ محمد سلماوي، واغتنامي لهذه الفرصة يأتي في إطار تحليل للموقف، إيه اللي بيحصل على الساحة الفلسطينية أو على الأراضي الفلسطينية، وتحديدا من القطبين الدوليين الأكبر غربا أو شمالا وغربا، ما بين لندن وما بين واشنطن. هو للأسف أن القطبين هم لندن وواشنطن، لأنه في الحقيقة دول قطب واحد، والقطب الثاني غائب تماما عن الساحة، وهو القطب الروسي. يعني إذا كنا بنتكلم على الأقطاب اللي هي الدولية الكبرى اللي كان مفروض يبقى لها تواجد في هذه الأزمة، فإحنا عندنا الولايات المتحدة وتوابعها اللي أولهم إنجلترا وروسيا والصين، الثلاثة دول اللعيبة الكبار. للأسف إنه في الأزمة اللي إحنا بنواجهها النهاردة مفيش غير قطب واحد هو النشط، والقطب ده مش معانا. يعني حتى التعادل اللي كان ممكن يحصل بينه وبين القطبين التانيين غير موجود، إلا في التصويت في مجلس الأمن، لكن على الساحة على الأرض هو الوحيد اللي موجود. وبالتالي الضغط الدولي على المعتدي غير قائم، فده وضع الأقطاب الكبرى في العالم.
الوضع بين الاثنين المتحاربين، الوضع الإسرائيلي للأسف منساق تماما إلى الحرب الشرسة، إلى النهاية وإلى أبعاد ربما لم تصل إليها أي حرب من قبل. يعني أنا كنت ببص على إحصائية ذاك النهار، عدد الصحفيين بس اللي ماتوا في هذه الحرب أكتر من عدد الصحفيين اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية اللي قعدت 4 أو 5 سنين، قعدت 6 سنين من 39 ل 45 بالظبط، أكتر من عدد الصحفيين اللي ماتوا في حرب فيتنام اللي قعدت من 55 ل 75، 20 سنة. إيه ده؟ يعني في أبعاد، و يعني وصلنا لمراحل ولحدود لم تكن موجودة من قبل. والسبب في ده طبعا أنه نتنياهو عنده مصلحة شخصية في استمرار الحرب، لأنه تاني يوم الحرب توقف هو أول يوم في محاكمته، إن لم يكن على قضايا الفساد اللي مرفوعة ضده وموجودة بالفعل منظورة في المحاكم ومعطلة لكونه رئيس وزراء، هيكون بسبب الحرب و الإخفاقات اللي حصلت في الحرب. لو تفتكر حرب 73، رغم أنه يعني أداء إسرائيل ما كانش بهذا السوء اللي احنا بنشوفه النهاردة من حيث الوحشية وخرق القوانين، اتعملت أجرانات، اتعملت لعب محاكمة واتعملت لجنة أجرانات، فما بالك بهذه الحرب اللي فيها من خرق القوانين الدولية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ما لم نشهده من قبل. ففي هنا عدو، لكن طبعا الجانب العربي مش هتكلم عليه لأنه يكاد يكون غير موجود فيما عدا الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها مصر والمبادرة الجريئة اللي طرحها الرئيس السيسي بأنه دعا العالم أن نبدأ من مرحلة جديدة وهي الاعتراف بالدولة، صح، مش نرجع تاني لمفاوضات كي نصل إلى الدولة، لا نبدأ بالاعتراف بالدولة، وده كان تقدم نوعي، صحيح، هائل. فيما عدا وطبعا جهود الهدنة والوقف إطلاق النار وكذا، فيما عدا هذا العالم العربي ليس على الساحة وغير موجود بين مش موجود في الملعب يعني. إنما عندنا بقى المقاومة الفلسطينية، مش حماس، المقاومة الفلسطينية، لأنه اللي احنا بنشهده النهاردة ده مقاومة وطنية دفاعا عن التراب الوطني، لا يستقيم معاها انك انت تقول ان دول اخوان ولا ليبراليين ولا شيوعيين ولا زي ما بنقول بالمصري عفريت ازرق. يكونوا عفريت ازرق ما فيش مانع، انا بدعمهم وانا واقف معاهم، لما الحرب تنتهي نبقى ساعتها نتكلم في ده، صحيح، لان ادائهم النهارده ما هوش اداء وفق ايديولوجيتهم اللي انا رافضها، لا ده اداء قومي وطني دفاعا عن الوطن، صح، لما يبقى ادائهم سياسي بعد الحرب ساعتها يبقى في كلام تاني. يعني تشرشل اللي وقت الحرب اعتبروه وما زالوا بيعتبروه من اعظم القاده في تاريخ بريطانيا، وقت الحرب يعني كان كله واقف وراه، لما خلصت الحرب وترشح في الانتخابات ما انتخبوش، صحيح، لا دي مرحله تانيه وعايزه ناس تانيه وبتاع. فمش لازم نخلط الاوراق. يعني انا الحقيقه بستاء جدا من الناس اللي بتهاجم حماس النهارده تقول لك انه دول اخوان او تابعين للاخوان، انا بقول تابعين للشيطان. ولا ورجعنا لتشرشل تاني اللي قال مستعد ان اتحالف مع الشيطان لكي ده مش وقت أكسب. التصنيف الايديولوجي على الاطلاق، بالظبط كده، والتصنيف الايديولوجي لا يفيد الا الجانب الاخر، طبعا يفيد اسرائيل، طبعا مساله التفرقه والوقيعه
دي سياسة ثابتة عند إسرائيل يعني من نشأتها لغاية النهاردة. تتمنى إسرائيل أن العرب كلهم يقفوا ضد حماس ويقولوا دي إخوان ويتخلوا عن حماس. الحقيقة اللي بيحارب قدامي النهاردة مش حماس، دي المقاومة الفلسطينية يعني بكل معاني المقاومة اللي موجودة، يعني من أول قادة حماس اللي احنا بنعرفهم السنوار وغيره لغاية 13 فصيلة أقل طفل واقف الأطفال، لغاية المقاطعين العرب، لأنه إذا كانت الحكومات العربية يعني خارج اللعبة فالشعب العربي مش خارج اللعبة. الشعب العربي بيحارب بسلاحه بالمقاطعة، والمقاطعة جايبة تأثيرات كبيرة جدا وأثرت بشكل كبير جدا على احنا بنتكلم على منشآت وكيانات اقتصادية بتدعم إسرائيل بقدر ما أمريكا بتدعمها. صحيح. وبشكل دائم وسنوي ومستمر. وبعدين يعني إذا كنت عايز ننظر بقى للجانب الإيجابي في العملية، فالمقاومة الفلسطينية حققت أشياء كبيرة جدا. حققت لأول مرة تعاطف غير مسبوق في العالم مع القضية الفلسطينية، غير مسبوق، ما شفناهوش قبل كده. بل وإعادة إحياء القضية نفسها، إعادة إحياء القضية بعد ما كان خلاص دفنت وراء مسرحية التطبيع والاحتفالات التطبيعية إياه. وجدنا أيضا أنه لأول مرة حصل هذا الانشقاق الحاد جدا بين السلطة السياسية الحاكمة في الدول الغربية الداعمة لإسرائيل ورأيها العام، وبين الرأي العام الشعبي الإيجابي اللي بيطالع في مظاهرات وبتاع. أنا بشوف الاحتفالات بتاعت أوبرا لاسكالا بتاعت ميلانو دي من أكبر دور الأوبرا في العالم، لاسكالا دي ميلان، ناس منزلة علم فلسطين من الدور الثالث بتاع الأوبرا البنوارات وكده للصالة بعلم فلسطين وبيقولوا اوقفوا قتل الأطفال في فلسطين. دي أشياء عمرنا عادة القضية للحضور الدولي مرة تانية، وحضور تم إحيائها بعد ما مات، يعني شكل شكل لم نشهده من قبل. انا مش عارف اعمل ايه في الوقت اللي بيداهمني من وقت للتاني ده، حاجه شيء قاتله شيء قاتل وضحكات الوقت دي، نفسي اقتل الوقت قدر الاستطاعه، بس هعمل ايه؟ انا مش هقدر اوصف قدر سعادتي البالغ بوجود حضرتك النهارده وقبولك لدعوتنا المتواضعه. حضرتك عارف حجم تقديري ومحبتي قد ايه، متبادل يعني، يا بختي. اشكرك يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا، واتمنى ان احنا نلتقي تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. الف 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 شكر، والف شكر على اللي تفضلت علينا بيه في الفقره دي وفي هذا الوقت وان كان قصيرا. كل الشكر لحضرتك يا فندم. شكر لك. كل الشكر لي، كل الشكر لكاتبنا الكبير جدا فعلا استاذ محمد سلماوي، كل الشكر. شكرا على حاجات كتير جدا لن أفيه الحقيقة حقها أبدا يعني مهما قلت، إلا أنه هعمل إيه الوقت. أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة كما جرت عادتنا الرائعة كل يوم اثنين. خليكم معانا. واستهلالا يادي الهنا يادي النور، مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. كل سنة وإحنا طيبين يا مولانا، ومصر والعرب والإنسانية بخير وسلام. مولانا الموسم بتاع آخر أسبوع في السنة أنا من الناس اللي بتستاء بجد بأمانة، يعني كنت لسه بقول لفضلتك البرامج يجيب لك فلان علانة ويقعدوا يقول لك فلان هتهبط عليه ثروة من السماء، برج البطيخة مش عارف ايه، الدولة العلانية جالها زلزال، ودول مش عارف. انا الحكاية دي بتضايقني الى ابعد الحدود. صحيح.
ايه الصح فيها وايه الغلط يعني. وبعدين بقى ايه ده، اصبح كل واحد معدي يروح عمل له صفحه ولا اكاونت حساب على السوشيال ميديا يقعد يفتي. نعم. وهي فلوس بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، اولا الاسلام يعالج الخرافه، يعالج الأساطير، يريد للإنسان كإنسان أن يعيش في عالم الشهادة بنوامسها بقوانينها بكل المجالات التي تحوط بعالم الشهادة. عالم الشهادة اللي هو احنا أنا وأنت الآن فيه ومتابعينا ومشاهدينا الكرام، حضرتك ما يعني غير عالم الشهادة يبقى عالم الغيب، المستقبل يبقى عالم غيب، الماضي ذكريات، اللي احنا فيه شهادة. أرجو من متابعينا أن ينتبهوا إلى هذه التقسيمات الدقيقة. مرة ثاني، أمس الأحد ده ذكريات، اليوم الاثنين ده عالم الشهادة، غدا الثلاثاء غيب. غيب طبعا. الـ 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 الأمس أصبح ذكريات مكشوف ومعروف، غدا عالم الغيب لا يعلمه إلا الله. شوف حضرتك الخمس أشياء التي استأثر الله بعلمها في خواتيم أو أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. مش هو ذكر أو أنثى، لا، تفاصيل حياته طبعا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله في سورة الحشر كما أخبر عالم الغيب والشهادة، علم ربنا محيط بالحاضر والمستقبل. تمام. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم عالج ما كان عليه البشر قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. كانوا يذهبون، لما بنقول الكهان مش الرتبة كنسية، لا، الكاهن كان يدعي العلم بالغيب كعند العرب، مش رتبة كنسية عشان إخواتنا أهل الكتاب ما يستقوش منها. صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن هنا من الثوابت والقطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة في التشريع الإسلامي تحريم ممارسة أو تصديق من يدعي علم الغيب. خد بقى جميع الأمثلة، حظك اليوم ده محرر صحفي هو بيتناول سندوتش بتنجان ولا فول وطعميه بيكتب اي كلام، خدت بال حضرتك؟ والناس بقى ادمنت هذا. برضو حضرتك فتح الكوتشينه، قراءه الفنجان، اللي بيطلعوا بقى في الاسبوع ده كما تفضلت لغايه 1 يناير. هيبتدوا بقى في المجل، في بعض المجلات، في بعض البرامج، في بعض القنوات، وفي ناس بتستهوى الكلام الفارغ ده. وأيضا كان أناس زمان كان حتى في الحروب سبحان الله يلجؤون لهذا، إنما ده كله خرافات. الإسلام جعل اتخاذ الأسباب، وربنا ادانا بقى منهج إيماني واضح ورائع ومحكم. لما نقرأ الآية في خواتيم سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آية بقى يا أستاذ يوسف، يا أيها الإعلامي النائب المحترم، سيدنا النبي محمد وهو من هو في السمو، ربنا بيقول له ايه في القرآن؟ أيوة. بلغ الناس، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان النبي محمد
وهو من هو في القرب من الله لا يعلم الغيب، فما بالك بغير النبي محمد من اللي بيتاجروا بآلام أو مشاعر أو أموال الناس. فأنا أناشد الإعلام المقروء والمسموع والمرئي أن يكف عن استضافة أو نشر أو بس من يدعون علم الغيب، لأن ذلك يناقض مقتضيات الإيمان العقائدي الصحيح ولا يحمل منطق. يعني نعم، مفيش منطق. إيه برج الحوت ثروة تنزل من السماء، 49 سنة ما نزلتش عليها ثروة من السماء، ولا بشتغل وباشقى اهو. الله، ربنا اللي يقول له هيجي له المفاجأة يتكعبل في بكابورت مثلا. فين العلم لما تيجي تقولي زلزال في دولة مش عارف إيه؟ عرفت انت بقى منين بقى عالم زلازل انت؟ لا عالم جيولوجيا؟ ما فيش الا جهاز قياس الريختر فقط، وده مش حد بيعرف. انما احنا حضرتك يعني في الختام، احنا شعب متدين بطبعه. صحيح. فأنا بأرجو الله عز وجل أن نخلع عن هذه العادة المرذولة، ونتخذ الأسباب، جعلنا لكل شيء سببا فأتبع سببا، ولا نتكل على ضربة حظ. وانت عارف آخر حديث بقى نقوله، قال صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا، وهي مش صدقوا، صادفوا. نفرض أنه قال حاجة وطلع صح، لا كذبوا أيضا في واقع الأمر، كذب المنجمون ولو صدفوا. فهذه بضاعة رديئة نرجو أن نخلع عنها ليقوى إيماننا وصلاتنا بالله، لأن ربنا ادنا آيتين نختم بيهم: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. نورتنا وشرفتنا مولانا كما جرت العادة، وربنا يا رب يكتب لنا سنة جديدة محملة بكل الخير. آمين. يا رب. آمين. ويرفع للإنسانية يا جماعة. والله عن كل الإنسانية، يعم السلام والأمن والأمان، ويحقن الدماء، ويصون آمين. الأعراض والأموال. آمين آمين يا رب العالمين. كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. خلص الكلام النهاردة، لكنه لن يتوقف بطبيعة الحال، هيكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.